سؤال النهاردة، هل حد طلب قبل كده منك طلب بس كان بيتكلم بلغة وانت مش فاهم منه حاجة؟ انت نفسك تساعده بس مش عارف هو بيقول ايه؟ النهاردة القصة بتاعتنا مليانة لغات كتيرة. نوح وأولاده عايشوا في الأرض، وأولاده بقى عندهم أولاد، وأولادهم بقى عندهم أولاد، وأولاد أولاد أولادهم بقى عندهم أولاد، وأولاد أولاد أولاد أولادهم بقى عندهم أولاد، وبقى في ناس كتير قوي عايشين في الأرض. وفي الوقت ده الناس كانت كلها بتتكلم نفس اللغة، يعني ما كانش في لغات زي العربي أو الإنجليزي أو الفرنساوي، كله بيتكلم نفس اللغة وكل الناس بتفهم بعض. لكن في مرة جات لهم فكرة غريبة قوي. واحد قال ما تيجوا نبني برج عالي قوي، راح واحد تاني قال تعالوا نبني برج يوصل للسماء عشان نكون أحسن من كل الناس وكل الناس تبصلنا لفوق واحنا نبص عليهم من تحت واحنا نكون عاملين زي ربنا. وابتدوا مع بعض يبنوا البرج توبة توبة، وكل شوية البرج يعلى ويعلى ويعلى، وبقى برج عالي وعملوا له سلالم عالية، وكانوا فرحانين قوي هما بيبنوا البرج. لكن ربنا كان زعلان من اللي بيعملوه، هو كان عارف انهم عايزين يعيشوا من غيره، عايزين يكونوا زيه، وربنا كان عارف ان ده عمره ما هيبسطهم، كان خايف عليهم انهم يدمروا نفسهم، وهو بيحبهم قوي رغم انهم بيعملوا حاجات مش حلوة. فربنا قرر انه يوقف الخطة بتاعتهم. وفي يوم جم الناس يشتغلوا في بنا البرج زي كل يوم، لكن حصلت حاجة غريبة جدا. واحد كان بيسأل واحد حاجة والتاني بيرد عليه ومش فاهم حاجة، بتقول ايه بس التاني بيرد بلغة التاني مش فاهمها، يعني كأنك كده سافرت الصين مثلا وانت ما بتعرفش تتكلم صيني. محدش كان فاهم حاجة، وممكن واحد يكون بيقول لواحد حاجة حلوة التاني يفتكر انها وحشة لأنه مش فاهم، ويقعدوا يتخانقوا في بعض. وبكده ما قدروش يكملوا بنا البرج اللي تسمى ببرج بابل، وانتشرت الناس في حتت كتيرة من الأرض. وعلشان كده بقى في لغات كتيرة قوي في الأرض، زي ناس بتتكلم عربي وإنجليزي وأسباني وألماني وفرنساوي وصيني، ولغات كتير جدا. بس عارفين الناس كانت فاكرة إنها محتاجة برج بسلالم عالية قوي عشان توصل للسما، لكن الحقيقة إنها محتاجة ربنا علشان توصل للسما، هو الوحيد اللي بيه فعلا هقدر أروح السما الجميلة. وتصبحوا على خير.